يسدى الستار اليوم على واحدة من أقوى النسخ في بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والمقام حاليا في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هذا ويشارك منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة في البطولة إلى جانب نحو 500 لاعب يمثلون 42 دولة، فيما حرص عدد من أبطال الرياضات القتالية العالمية على مشاهدة النزالات وتشجيع اللاعبين الناشئين. تختتم اليوم فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 42 دولة. كما يشارك المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعبا بالإضافة إلى 7 مدربين ليحقق الفريق مكسبا هائلا بهذه البطولة. ويشارك منتخب البحرين الوطني لفنون القتال المختلطة في هذه البطولة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لهذه الرياضة، حيث أكد رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي قنبر أن رعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، ساهم في تبوء رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية مكانة مرموقة قاريا ودوليا، وساهم في حصدها للعديد من الإنجازات في مختلف الفئات والتي كان آخرها تحقيقها للقب بطولة سوبر كاب التي احتضنتها مملكة البحرين في مارس الماضي. هذا وحرص عدد من أبطال الرياضات القتالية على التواجد في جوجيتسو أرينا لمشاهدة النزالات وتشجيع اللاعبين الناشئين والاستمتاع بالأجواء التنافسية الحماسية في البطولة. إن التميز في هذه البطولات ساهم في نشر ثقافة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة بشكل أكبر وتشجيع المواهب الصاعدة على استخدام مهاراتهم القتالية بشكل مشروع في إطار رياضي منظم، كما أن تنظيم هذه الفعاليات في المنطقة العربية يساهم في تطوير مستوى الأداء للاعبين من عمر صغير ومنح الفرص أمامهم لخوض غمار المنافسات.